فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في قول القائل إن المشرك الجاهل يطلق عليه اسم المشرك، ولكن التعذيب والمجازات لا يكون إلا بعد قيام الحجة؟ نحن نحكم على الظاهر، أما القلوب ما ندري عنها، ما يحكم عليها إلا الله. فمن أظهر الشرك حكمنا عليه بأنه مشرك، وأما في قلبه هذا إلى الله عز وجل. هل تقول إن اللي يدعو غير الله إنه مسلم؟ هل تورثه؟ وهل تزوجه؟ وهل تدفنه في مقابر المسلمين وهو يدعو غير الله، وتقول أنا ما أدري عن قلبه، أنا ما أدري عن اللي بقلبه؟ هذا ما هو صحيح. نحن نتعامل مع الظاهر، والقلوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.